يعني لدرجة أنه كان بينا من اللطافة. بعطيكم قصة كذا صارت سريعة. حنا في الإدارة كان فيه وليدن الله يذكره بالخير كان يلبس كوت أخوه. أيوة. يلبس كوت أخوه اللي أكبر منه. وكان كوته يصل هنا. وكان يمشي في الأسياب. في الأسياب في المدرسة أنا أشوفه إلى هذا. واضح شكله. ها؟ واضح شكله. قيشر لكنه مملوح. أيه. وإذا اللي طال عمرك يمشي في الأسياب وأبد. يفر يجيك يدخل كذا في السيب عرض كذا وتتخيل على الكوت كبير عليه وجاي شكله يعني أنا أنبسط عليه. أنا ما أقول ليش ولا لا. لا تنقلب لا تنقلب لا تنقلب. انت ما تنقلب انت قلت خطر ترى خطر. يضحك ويروح. جاء ذاك اليوم انا ويا المدير وقال ولا عارف يدخل عارف فصلهم قال يا استاذ ان فلان يقول ما ابغى ادرس يعني ذا الوليد اللي فحط اللي فحط قال شو ما يبغى يدرس كان يقول ما أبغى أدرس. المهم نادى قال سعود الله يذكره بالخير ليش ما تبي تدرس وانطلق يبتي شيك الولد ايه انطلق يبتي فيه استاذ جنبي اسمه استاذ راشد الله يذكره بالخير قال يا استاذ راشد يا استاذ راشد تكفى يا استاذ راشد ينتخيبه قال لا لا اقعد خلك هو ما درس انا درس اخوه ويبدو ان اخوه سولف عني انت خاب ايه وش قال هو كذا وهو يصيح قال كذا ولمحني لمحه لمحه كذا سريع قال تكفى يا استاذ مهدي تكفى يا استاذ مهدي تكفى 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 مهدي تكفى يا استاذ مهدي قلت والله ما تقول له شيء يغمز لي المدير مو بقدامه والله ما تقول له شيء والله ما يجي شيء والله ما حد تعال والله ما حد يلمسه ولا حد يقول وين تكفى يا استاذ مهدي والله ما خليه تعال والله ما حد يقول له شيء خلوا عنا سوالف ما له سنه امشي اي والله تسمع ارجع الفصل بيدرس خلاص بيدرس اتركوه بيدرس ارجع الفصل عشان لا جا بعدين جيت كبرت بدرس كان خلاص كان خلاص سكت يعني واضح حتى السياح تمثيل كله قال خلاص يلا راح فصلك وكذا وراح قال لي سعود يا اخي قلت يا اخوي صلح الموضوع بعدين يقول لي استاذ مهدي ينتخيبي لا والله والله ما قال سعود الله يذكر عتبي الصحيح والله لك جزتني هذا الشغل المضيء وزبط الولد بعدها ما شاء الله احيانا سبحان الله تأني والصبر يا سلام هذه طراها